ايه رأيك في الانفتاح اللي في السعودية دلوقتي، وان في حفلات وسينما ومش زي الأول؟ والله شوفي، الله يديم علينا جميعا ويبعد عننا، يبعد عن الحسد، يبعد عن المشاكل. اهم شيء الامن والامان قبل كل حاجه. من بعد الامن والامان الحمد لله الانفتاح اللي صار، الحمد لله الانفتاح صار، يعني انفتاح منضبط كمان، مش يعني مش اي كلام يعني. الحمد لله الله يديم علينا الامن والامان، هذا اللي اقدر اقول. انت ايه رأيك في الاغاني اللي كتبها الفترة اللي فاتت، وكان في الأصالة وعمرو دياب وامل ماهر؟ أمل ماهر أغاني روعة جدا، في قمة الروعة يعني. وصراحة أنا أقول استمر يا أبو ناصر، ويا جبل لا يهزك ريح، وإحنا من بعدك إن شاء الله، وإن حصل لنا نصيب إن نغني من أشعاره. عينك على العالم.